يؤمن المصريين جميعا أن مصر الكنانة عصية على كل من أراد أن ينالها بسوء، فها هم الصليبيون قد هزموا في مصر الكنانة، وها هم التتار قد هزموا في مصر الكنانة، لأن من أراد مصر بسوء قسمه الله، فمصر محفوظة بحفظ الله، حفظ الله مصر شعبا وجيشا. فاللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين وتربص المتربصين، وطهر مصر من الخونة المفسدين ومن الأعداء الحاقدين ومن العملاء الداخلين، واحفظ مصر واحفظ حدودها واحفظ أزهرها ونمي اقتصادها، ووفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأشكر حزب الوفد حزب الأمة وعلى رأسهم رئيس الحزب الأستاذ الدكتور السيد البدوي الذي عاهدته مخلصا لمصر وطراب مصر، فهو يسعى من أجل مصر الكنانة ويضع نصب عينيه مصر، فشكر الله له ووفقه من أجل هذا البلد. النهاردة شهد الوفد توحد الجبهة الوطنية المصرية، أزهرها وكنيستها وقواها السياسية وإعلاميها ومثقفيها ومفكريها توحدوا اليوم في مواجهة الإرهاب. وهذه رسالة إلى الرأي العام المصري وإلى العالم كله، أننا مصرون على اجتثاث الإرهاب من جذوره. جميعنا صف واحد. إحنا يمكن أعلنت في المؤتمر تشكيل الجبهة الشعبية الوطنية لمواجهة الإرهاب، ودي تضم كل أطياف المجتمع من إعلام وصحفيين وسياسيين ونقابة فلاحين وقبائل عربية وكل أطياف وأزهر وكنيسة وعلماء ومفكرين، لأن الإرهاب يحتاج إلى تضافر كل فئات الشعب. هو مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وإذا لم يتم بشكل رسمي سنقيم مؤتمر دولي شعبي ندعو إليه النواب الممثلين في أو منظمات المجتمع الدولي العالمية والدولية والإقليمية ليقول الشعب أو لتقول القوى الشعبية في دول العالم كلمتها ضد الإرهاب. اسمي سامح عثمان سليمان محمد من علماء وزارة الأوقاف المصرية. والله هذا مؤتمر ناجح 100%، جاء في وقت هذا الوقت ظن فيه الإرهاب أنه يستطيع أن يضعف شوكة المسلمين، أن يضعف شوكة المصريين، فنقول لهم خسئتم وخبتم، لأن مصر هي مقبرة الغزاة، فمن أراد مصر بسوء قسمه الله عز وجل. وبيت الأمة عاهدناه مخلصا محبا لوطنه مدافعا عن حقوقه، ولذلك هو يعقد المؤتمرات في أوقاتها المناسبة، وهذا المؤتمر يمثل شعور كل إنسان مصري مخلص محب لوطنه ينبذ العنف والإرهاب.